سمعتنا ورا لويس هينستروزا لما قرطو هينستروزا راح عدى فات باص الامام حلوه لو عمر سافيولا، سافيولا عرضها لبره خطيره جدا وتصويبه الهدف جول جول. التعادل التعادل للمقاولين بقدم المهاجم النيجيري جون اوكلي، متابعه جميله وتصويبه قويه تروح على الشمال محمد الشناوي عشان المقاولين يخطف التعادل ويرجع للمباراه ويسجل هدف التعادل في الدقيقه 75 من عمر المباراه. عرضيه جميله وعلى طول متابعة مميز المهاجم النيجيري جون أوكلي عشان يحطها هناك في البعيدة على الشمال محمد الشناوي، تيجي في القائم وتهز الشباك هز. ادي العادة مرة تانية، عدى راح ولعب عرضية جميلة بقدم عمر سافيولا وعلى طول الخطفة، الخطفة حلوة بقدم المهاجم جون أوكلي عشان المقاولين يرجع للمباراة. التعادل أصبح الآن موجود والتلاحم الآن أصبح موجود في أداء الأهلي والمقاولين في الربع النهائي لبطولة كأس مصر في هذا الموسم. مباراة حلوة، مباراة حلوة، تقول لي كأس عالم.